ألف قفة يوميا هو العدد الذي يتم توفيره في مبادرة إنسانية للمجتمع المدني بتأطير من السلطات المحلية لإقليم الجديدة، والهدف تخفيف تداعيات الحجر الصحي على ساكنة الإقليم. جند المجتمع المدني مع السلطات الإقليمية وعبر السلطات المحلية باش أننا نحاول نحصيو هذا العدد ديال الأسر الأكثر هشاشة والأكثر أكثر حاجة لهذه المعونة الغذائية. فكان واحد التنسيق كبير باش نحاول نحصيهم، وكان حتى واحد التنسيق باش نلقاو المحسنين. دأبت الجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية بمؤازرة فعالة من عامل الإقليم والسلطات المحلية على إيصال المواد الغذائية الضرورية إلى الأسر المعوزة بمنازلها، وذلك تجنبا لتحريكها حفاظا على ما تفرضه شروط الحجر الصحي. عملية الدعم هذه تمر بثلاث مراحل، هي الإعداد والمراقبة ثم نقل المساعدات الغذائية إلى منازل المستفيدين، لا سيما في الوسط القروي، وذلك مرة واحدة في كل أسبوع. الهدف من هذه البادرة اللي كنقوموا بها هي توزيع الإعانات للناس اللي مضرين بهذه الجائحة ديال كورونا، وكذلك الغرض منها أننا ما نخلو الناس يلتزموا بالحجر الصحي باش ما يخرجوش يشريوا داك الملتزمات ديالهم الضرورية. اختارنا العالم القروي حيت عندنا كيكونوا الناس مياومين كيخدموا، يعني ما عندهمش واحد الأجرة شهرية، يعني كيبانوا لنا بالنسبة لنا هادو هما الناس الأولين متضرين. عاد عندنا ناس معوزين وأرملات ويعني هاد الفئات هما اللي مضرين بزاف. إبداع في التآزر وحس تضامني رفيع المستوى يتجليان في تجند المغاربة من مختلف المستويات، للإسهام كل حسب استطاعته في تخفيف التداعيات الاجتماعية لأزمة كوفيد-19.